أستاذ ماهر، نحن اليوم رايحين نعالج الخطوط هاي اللي في الجبهة، ورايحين نعالج هاي المنطقة اللي هي فيها شوية العضلة قوية هنا، ورايحين نعالج الخطوط هاي اللي هنا التعبيرية. طبعاً نرحين نستخدم مادة البوتولينيوم توكسين. مادة البوتولينيوم توكسين راح ترخي العضلات، تشتغل بعد 3 إلى 5 أيام من الحقن، وتبدأ بالعمل، وبعدين تأخذ لها أسبوع 90%، وممكن تأخذ لها الأسبوعين لحد ما تشتغل 100%. خلال هاي الفترة، أول يوم يومين، ما نحتاج مساج عنيف أو حركة عنيفة في هاي المنطقة، وإن شاء الله راح ترتخي كل هاي العضلات، والخطوط راح تنتهي إن شاء الله، والهدف إنه نرجع كم سنة وراء.